بص اخواتي، في حاجة دلوقتي قبل ما نتكلم عليها، ان احنا لازم ندوس لايك ونصلي على النبي عليه افضل الصلاة والسلام، ونشترك في القناة ونفعل زر الجرس يا جدعان. ما فاضلناش حاجة، خلاص بنوصل 30,000 مشترك يا قلب اخوك. النهاردة بقى يا جدعان هنغير حاجات بسيطة، يعني حاجات بسيطة كده، يعني ب 60 70 مليون كده يا جدعان. تمام. اول حاجة انا عملتها في التشكيلة بتاعتي ان انا بعت الونجات، بعت الشكاتش، عشان انا قلت لكم امبارح والله لا بيعه بسبب صعوبة اسمه بصراحة يعني. وهنا انا نسيت كان معايا مين؟ رودريجو، بعت رودريجو برضو يا جدعان. فدلوقتي انا الوينجات مش هلعب وينجات بصراحه، يعني شكوفيتش ده ورودريجو بصراحه ما يعتبر، ما اصلا ما بلعب من غيرهم بصراحه والله. فاحنا النهارده يا جدعان هنعمل حركه حلوه بقى، احنا نخش على تصريح النجم ناخد اللاعب اللي هو ايه؟ اللي هو 97 سي دي ام. سي دي ام يعني هيساعد في الدفاع. يلا ناخدهم كده، جمع الكل، اجمع الكل. يلا لازم نتفرج الاول، ده لاعب 97 يا جدعان والله، يعني لازم 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 نتفرج. مش عارف ده عالم ايه بصراحة، بس تقريبا كوت ديفوار، تقريبا تقريبا كوت ديفوار، ولا مش كوت ديفوار، ده عالم ايه ده؟ ولا استنى، انت منين يالا؟ ايرلندا والله، وانا فاكره كوت ديفوار. ماشي خلاص خلصان. ايه ده؟ ثانية يا جدعان، هو كين ب 17 مليون مش ب 30 مليون. يا لهوي، لا هيعلى هيعلى هيعلى، الحمد لله في 94 واحد مشتريه يا جدعان. لا الحمد لله هيعلى، الحمد لله. انا فاكره يا جدعان انا اخر مره بص عليه كان ب 30 مليون، واجي اتفاجئ انه ب 17. ليه طيب؟ بصوا يا جدعان دلوقتي احنا هنعمل حاجه حلوه، نغير التشكيله بتاعتنا قبل ما نروح نستلم فلوس تشكوفيتش ورودريجو بصراحه يعني. وشفت كومنت كده واحد من المتابعين كاتب لي ابو عادل بالحب كده، اعمل خطه 4-1-2-1-2 ضيقة، بس هو كتب لي ايه 4-1-2-1، نسي اخر اتنين تقريبا. انت عايز نلعب بلاعبين ناقصين؟ بس يا اسطى معلش، انا العب، انا هزود لاعبين من عندي هزود لاعبين يا اسطى. تمام. هنيجي هنا يا جدعان، لو بصينا على التشكيلة طبعا سيدور في رجله البايظة، انهي رجله البايظة؟ لا يبقى ننقله مكان سافيتش، ايوه كده، بحيث انه يبقى يمين. وسافيتش اصلا كده كده رجله الاثنين طرشه، بيشوط بالاثنين يعني ما تقفش في وشه. وهنيجي هنا يا جدعان على السي دي ام، هننزل كين. تمام. يبقى كده يا جدعان خطتنا ماسك نص الملعب بطريقه غبيه قوي والله العظيم، نص الملعب يا جدعان هيكون ممسوك بطريقه غبيه. فدلوقتي في حاجه يا جدعان، انا بخطه 4-2-4 كان اي الوينجات بتاعت المنافس اللي قدامي بجون، اي وينج رايح يعني نيمار او دي ماريا بجون على طول، مضمونه انها جون. فاتمنى يعني اتمنى ان التشكيله دي لما نيجي نجربها بكره ان شاء الله ان ما يحصلش فيها نفس اللي حصل والله العظيم. وطبعا كنا زود له طبعا السكيل بوست بتاعته. بس هنخش على، عايزين سي ام، عايزين صانع العاب يا جدعان، عايزين صانع العاب. فاحنا دلوقتي هنعمل حاجه حلوه قوي قوي قوي، وعايز اخد رايكم يا جدعان في الحته دي، لانها تبقى صعبه صعبه صعبه، ومش يعني انا ذات نفسي مش هعرف اصلا اعمل كده ولا ما اعملش كده. فاحنا دلوقتي يا جدعان هناخد 40 مليون، هيبقى معايا 48 مليون يا جدعان. لو جينا انا على لاعبه فريقي، تمام، لا على القائمه المراقبه، تمام، هنشوف هنا يا جدعان روني ب 61 مليون 98 سام، اللي هو صانع العاب 61 مليون، يعني اللي هو اصلا لو جيت اشتريه تمام بمبلغ قليل هشتريه ب 57 مليون، وكده كده في ناس اصلا بيبيعوه، فانا فعلا هشتريه ب 57 مليون، يعني فاضل لي 10 مليون يا جدعان، 9 مليون كمان. فانا حاليا يا جدعان مش عارف اعمل ايه، هل اجيب رويس مثلا؟ وما تقولوش فقير، لان بلاش فقير، لان انا هجيبه ب 55 مليون، لما اجي ابيعه هخسر فيه كتير، اخسر فيه 5 مليون ونص، فبلاش دلوقتي طالما انا عيني على روني، يبقى بلاش اشتري فقير، خليني في واحد مبلغ صغير كده، بحيث ان انا لما اجي ابيعه يبقى المبلغ برضه صغير يا جدعان. فانا بقول بصراحه احسن اختيار في الحال ده هو رويس حبيب القلب اللي انا بعته على الفاضي بصراحه يعني. اتمنى انك تسامحني يا قلب اخوك، قلب اخوك اتمنى انك تسامحني والله العظيم. فانتوا ايه رايكم يا جدعان؟ هل روني يعني خلاص بعد رويس اجيب روني، ولا يا جدعان ايه بالظبط؟ انا دلوقتي جبت 50 مليون، وانا في حد بيشتريه ب 14، حلو او 14، حلو او 14، نجيبه يا جدعان نشتري. بقى معاه 30 مليون، حلو 30 مليون، ممكن برضو ها شويه مشانات على شويه مش عارف ايه، على ما نجيب ستيرلينج وبتاع يبقى معايا في حدود 100 مليون.
ممكن نجيب روني وممكن نبيع لاعب كمان ونجيب لاعب اعلى منه، ممكن ابيع سافيتش ونجيب مودريتش مثلا، سافيتش ب 20 مليون، ده حوار يا جدعان والله العظيم. ايه يا اسطى يعني انا شاريه ايه؟ الو، ايوه خلصانه جه اهو، شاريه ب 14. عارف لو رخصت سكه ودغري. نخش يا جدعان بقى التشكيله، نحط مين؟ نحط مارك رويس. التشكيله بقت كام؟ ما تقولش بقى ايه، ما تقولش 100 و110. 110 طب تمام. تقريبا يا جدعان السي دي ام هو اللي عايز ايه يتظبط، هنظبطه هنوصله المبلغ حلو كده. يعني انا معايا 766 تمام. خد يابا فلوس، خد خد، ما انا جايبهم ببلاش، خد خد، اصل انا بلاقيهم. خد يا اسطى، خد خد يا كينكا، واحده ب 400 الف، اصل انا بلاقيهم يا اسطى. معلش انا حاسس بيك يا زميلي، حاسس بيك. المفروض دلوقتي ابقى 112 يعني بعد اذنكم، يعني يعني بعد اعمل ايه تاني؟ اعمل ايه تاني؟ اعمل ايه تاني؟ التدريب، ما انا مش معايا تدريب والله. ما انا لو معايا لا معايا ده، انا طلعت كداب بصراحة. ايه ده؟ بس انا كده كده بس انا بقول ان انا مش محتاج روز، انا كده كده هبيع روز بصراحة. فتعالوا ندرب كين يا جدعان، تعالوا ندرب كين. ايوه 77 الف، كين كده كده مش هيتباع سكه ودغري، فحطه بقى في التشكيله. هات لي كده كين الجميل وحط له واحده ب 50 الف. تمام بقى 98 كين، بقى 98. حط له تاني نوصله ليفل 10. ايه ده؟ يا تقف على الحته دي، هتقف على الحته، هتقف على. لا استنوا يا جدعان، نروح نجيب له لاعب يا جدعان ونيجي ثانيه. جبنا اللاعب يا جدعان وهنعمل التدريب الجميل. يلا يابا، يلا يابا، روح يابا على مستوى 10. يلا روح روح يلا، ما اشوفكش هنا بقى. دلوقتي 99 يا جدعان، خد لك يا عم واحده كمان ب 100 الف. انا عايز كين يا جدعان يمسك لي نص الملعب كده، ما يسيبوش صراحه. يلا يا عم، عاش عليك، عاش. بقى 99، بقيت 111 بقى على الاقل يعني، على الاقل يعني، على الاقل بقيت 111. ايه يا اسطى حرام عليكم، في ايه؟ 107 كمان، وايه اللي حصل؟ نزل لي ايه ده؟ انت ده انت جام الواد صليبه ده قادر يا جدعان. كل مره كل ما اجي اعمل كده يطلع لي هجوم. ايه يا اسطى؟ ما انت ما تتعاملش معايا كده يا اسطى، ما تتعاملش معايا كده. لا في ايه يا جدعان؟ ايه الغلط طيب؟ يعني انا مش عاجبكم طيب يا جدعان؟ ايه ده؟ في ايه؟ مارك رويس يا جدعان لسه، يمكن يمكن هو اللي عايز يتظبط، مع انه اصلا ب 99. فانا انا هوصله 100 سكه ودغري، كين ده هيوصل 100 ومش هيتباع، وروني برده لما يجي هيوصل 100 برده مش هيتباع. هيبقى عندي 1 2 3 4 4 لعيبه 100 يا جدعان، حرفيا هيبقى نص الملعب والهجوم بتاعي ضرب نار والله العظيم، ضرب نار يا جدعان. بس تعالوا دلوقتي نبص على الخطه دي اللي انا همشي عليها، تمام؟ خطه السي دي ام دي اللي انا همشي عليها. فتعالوا نشوف كده، نبص مع الخطه برده. يعني عندك 4 3 3 دفاعيه، 2 سي دي ام، بس انا في الحاله دي هضطر ان انا اشتري واحد سي دي ام كمان وهلعب بمهاجم واحد، فبقول بلاش بصراحه. و4 3 3 محافظه، هضطر العب يا جدعان بواحد سي دي ام برده، بس وينجات، هلعب رايت وينج وليفت وينج ومهاجم واحد، وطبعا هضطر ان انا ابيع مهاجم، فانا دي برده حته انا مش عايزها. تمام 4 2 2 2 2 دي اللي انا كنت تقريبا قريبه، بس هحتاج ار ام وال ام، فاهمين؟ يعني لو جينا عملنا، لا بلاش نعمل، هحتاج ال ام وار ام، وانا كذلك مش محتاج ار ام وال ام. فلو جينا دلوقتي يا جدعان نكمل في الخطط عادي، 4 2 3 1 2 سي دي ام وار ام ال ام برضو وسام، تمام؟ فانا برضو نبعد عنها بصراحه. فا 4 3 3 برضه عارفينها، 4 5 1 2 سي دي ام، واحد هجوم بره عنها برضه يا جدعان، 4 1 4 1 1 سي دي ام و4 نص ملعب، لا 2 نص ملعب، 1 ار ام 1 ال ام بلاش برضه، 4 3 4 3 يبقى 3 سي 4 سي 3 سي ام يا جدعان، فبلاش. تقريبا مفيش خطط، يعني لو مشينا على نفس الخطط تقريبا مفيش. في خطة بقى حلوة يا جدعان، 4 4 2 هحتاج ار ام وال ام وواحد سي دي ام كمان، يعني بلاش برضو. المسية يا جدعان دي اللي انا نفسي العبها والله العظيم، بس هحتاج ان انا اعمل، بصوا يا جدعان، سي دي ام، واحتاج ان انا اجيب ار ام وال ام وينجات، يعني هضطر ان انا اصرف كتير قوي يا جدعان.
والله العظيم يعني الكيمستري هيبقى حلو، بس ان انا هضطر اصرف كتير، وانا اصلا صباح الفل على الله حكايتي. والله العظيم يعني لو جينا هنا، هات يا عم كده، نزل طلع ده ونزل ده، ايوه بقيت 100 يعني ماشي تمام، لسه مفيش اي حاجه جديده والله العظيم. فانا بصراحه بقول فاهمين، نخلينا ايه على الضيقه، هي الوان جت هتبقى ها، بس يلا ممكن تمشي معانا يا جدعان بصراحه. الو انا عملت ايه؟ ولا صليبه انت بتوجع دماغي، يالا هبيعك اقسم بالله هبيعك. اوعى تتكلم معايا، سعره كام؟ تعال سعره كام؟ سعره بقى احنا كده يا جدعان، فين صليبه؟ ثانيه بس صليبه، لو سعره حلو هبيعه. فين صليبه؟ انا كنت شاريه ب 14. ولا انت اختفيت؟ اوه صليبه سعره وصل ل 20 مليون يا جدعان، انا كنت شاريه ب 14، وواحد في الكومنتات قال له خساره ال 14، انت صرفت 14 مليون. لا 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 مش هيبقى اخويا، انا كده فهمت يا اسطى انت ليه عمال تطلع هجوم، ده انا هلعبك يا اسطى راس حربه. ما راس حربه هو الهجوم، هلعبك يا اسطى صانع العاب مكان الواد رويس ده. انت ايه ده؟ ده انت على راسي يا اسطى، ده انت على راسي يا ده صليب. معلش غلطت غلطت. دلوقتي يا جدعان عايزين كينيا، لا عشان تشكيلته وقتها انا لما اجيب روني تشكيلته هتوصل ل 300 مليون. فانا بصراحه مستني اللحظه دي يا جدعان، استنى اللحظه دي. انا يعتبر دلوقتي معايا 48 مليون، فاضل لي في حدود 9 مليون بالظبط واجيب روني يا جدعان. هنحوش ونجيبه ونجرب التشكيله بتاعتنا دي بكره ان شاء الله. فما تنساش اللايك والشير، ونشوفكم على خير فيديو جديد.